بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب. أنا الدكتور وليد عبد الجليل، هبقى معاكم النهاردة طبعا في Embryology of the Uro Genital System، مع أول محاضرة لنا في Development of the Uro Genital System. أنا طبعا هبعت لكم حالا دلوقتي على الشات الموبايل بتاعي الواتس، عشان بس لو حد يتابعني يقول لي هو سامعني ولا لا، ولو في حاجة يتابعني أحسن عشان أعرف أتابعكم. ده رقم يا جماعة على الواتس للتواصل. حابب بس أعرف الأول أنتوا سامعيني كلكم؟ انا بعت لكم رقمي على الواتس، حد كده بس يقول لي هل هو سامعني ولا لا. ايوه طه انا معاك، انا بعت لك رقمي على الواتس اهو، ممكن تتواصل معايا على الواتس او اي حد من المجموعه اللي موجوده معايا دلوقتي قبل ما ابدا حالا. سامعيني يا جماعة ولا مش سامعيني؟ أنا محتاج حد بس يأكد لي أنتوا سامعين ولا لأ عشان أبدأ. ماشي، اللي يا طه اللي بيريز الهاند، أنا بعت الرقم على الواتس 011-277-02-335. تمام، ماشي. طالما سامعين، الزملاء قالوا لي اهو ان هم سامعين، ان شاء الله انا هبدا حالا دلوقتي. انا هبدا دلوقتي يا جماعه، هشير، اعمل شير سكرين اهو، وانتوا معايا برضو تقولوا لي كده بس السكرين بتاعتي بدات تظهر عندكم ولا لا. انا هبدا حالا دلوقتي. ظهر حاجه دلوقتي عندكم يا جماعه؟ ببدا اعمل شير اهو. معلش الشات مقفول، مش من عندي الشات يا جماعة، مقفول مش من عندي، ده حاجة تكنيكال، لكن أنا عوضتكم عن الشات بإني سبت لكم رقم الواتس بتاعي. أنا هبدأ حالا دلوقتي في عرض البرزنتيشن. أنا كده كبرت الشاشة، هل إحنا شايفين دلوقتي يا جماعة؟ كلنا شايفين الشاشة كبرت دلوقتي عندكم؟ خلاص أبدأ. تمام. طيب انا مش قافل حاجه يا حبيبتي، هو مقفول تكنيكال مش من عندي خالص، مش من عندي القفل ده، لكن هو انا قدامي دلوقتي. انا بعت لكم على الواتس، انتوا سامعيني يعني؟ انت مش سامعاني حبيبتي اللي لسه بعتلي دلوقتي؟ انت مش سامعاني؟ زمايلك سامعين حبيبي، انت سامعني ولا مش سامعني؟ سامع ولا مش سامع؟ مفيش صوت يا جماعه، فضلكم حد ياكل عليا، انا سايب لكم التليفون، يعني انا سايب التليفون وانا شايف ان في صوت كويس، الصوت حلو يا جماعه، في صوت حبيبتي، زمايلك بيقولوا في صوت كده، المشكله عندك انت. الشات دي انا مش قافل حاجه، انا ما بقفلش حاجه خالص، انا مجرد بخش بجوين ذا سيجن كمودريتور، الصوت بختبر الصوت، وبعدين بعمل شير للسكرين وبخش. انا كده عملت كل الحاجه، وزي ما عملنا مع المجموعة بتاعت الصبح بنعمل دلوقتي. أنا هبدأ يا جماعة حالا دلوقتي، لو في حد ليه أي حاجة تليفون مع حضراتكم تاني بقوله 011-277-02-335.
02 3 3 5. تمام يا جماعة؟ طيب هنبدأ يا جماعة حالا أهو. احنا جايين يا جماعه النهارده عشان احنا خدنا خلاص سيستم اسمه اليورو جينيتال سيستم زي ما عرفنا، وهو يورو جينيتال يعني بيتكون من جزئين، جزء ريجاردنج ذا يورينري سيستم يعني الجهاز البولي، والجزء الثاني بيتكون منه اقصد بيه الجينيتال سيستم يعني الجهاز التناسلي. وطبعا الجهاز التناسلي كده وخلاص انا عارف ان هو يتبع في نوعين من الجهاز التناسلي حسب الجندر according to the sex. ففي عندنا طبعا male genital system هو ده اللي نقصده يا جماعه باليورو جينيتال سيستم في اليورو جينيتال موديول. لكن في سيستم تاني طبعا هيبقى الجينيتال سيستم اوف ذا فيميل او الفيميل جينيتال سيستم، ده مش معانا يا جماعه في الجزء ده في الموديول ده، ده هيبقى تبع الريبرودكتيف سيستم. يبقى احنا هنتكلم ايه في على ايه في كام محاضره اللي معانا، الاربع محاضرات اللي هنكون فيهم مع بعض ان شاء الله ونبداهم النهارده. هنتكلم على الـ development of the urinary system، طبعا ده الميل وفيميل مفيش مشكلة. والـ development بعد ما نخلص الـ development of the urinary system هنروح ناخد الـ development of the male genital system يعني الجهاز التناسلي للذكر. أما تاني الـ development of the female genital system فده مش included معانا في الموديول ده، ده هيبقى له موديول تاني إن شاء الله reproductive system. تعالوا معانا نشوف ونخش في موضوع النهارده. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين هنبدا نتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا كيدني اند يوريترز اللي هي الكلي يعني والحالب، جم ازاي الكلية والحالب. تعالوا معانا مع بعضنا نشوف كده هم جم ازاي. بس قبل بيني وبينك ما نقول هم جم ازاي نفكركم بسرعه كده لا يكون نسيتوا ولا حاجه، هو اليورينري سيستم ده كان اتكون منه. اليورينري سيستم كان بيتكون ده البوستيور ابدومينال وول، كان بيتكون من كليتين تو كيدنيز، كل كليه منهم كانت زي ما انت شايف بين شيد على شكل حبه الفول كده، بس هي كبيره على قد كف ايدك كده تحطها في ايدك. والكليه دي طبعا كانت ليها صفات وكان ليها تو سيرفيسز وتو بوردرز وتو بولز والكلام ده مش وقته دلوقتي، ده مش موضوعنا. لكن الكليه دي كان ليها هايلم موجود على الميديال سيرفيس كان بيخرج منه وبيخش فيه حاجات، كان اهم الحاجات اللي خارجه طبعا الانبوبه العضليه دي الماسكولار تيوب اللي كان اسمها اليوريتر. وبالتالي احنا عندنا يا جماعه تاني زميله من زمايلكم من زميلاتكم بتقول ما فيش صوت، انا بكلم زميلي تاني اللي معايا وبيتابعني، انت سامعني يا حبيبي ولا في مشكله بالنسبه لك؟ في زميله بتقول ما فيش صوت، هي مش سامعة، مش عارف حد تاني مش سامع برضو ولا ايه، انا معرفش. معلش انا هكتب لكم تليفوني اهو يا جماعة بعد اذنكم، الناس اللي مش سامعة تقول لي عشان انا مش عارف اعمل حاجة كده. المشكلة مش عندك، زميلنا بيأكد ان الدنيا كويسة وان هو سامع. اذا في مشكلة عند زميلة لينا من زمايلنا غالبا المشكلة عندها هي مش عندي انا، فانا هكتب لحضراتكم حالا تاني تليفوني اهو لان في ناس انا شايف ان في ناس مش بتتابعني. معلش عشان نبدا يا جماعه ادي رقمي اهو اكتبه لكم للي ما خدش باله منه. ماشي يا جماعه ده رقمي تاني اهو احطه لكم هنا وانا بشرح عشان اللي ايه عشان ما نضيعش وقت. ده رقمي يا جماعه قدامكم اهو على الواتس، واضح اظن الرقم اهو يعني ما فيش احسن من كده. بقى اللي لسه مش سامع اعتقد ان هو عنده هو المشكله مش عندي انا. تمام وانا برضو هو احاول يعني عشان نبدا كده مش هينفع كده. واضح جدا يا جماعه ادي التليفون الناس اللي لسه مش متابعاني، ده تليفون يا جماعه على الواتس. في ناس بتقول زميلة واحدة بتقول لغاية دلوقتي ان احنا شايفين بس مش سامعين حاجة، لكن بقية الزملاء بيقولوا ان احنا سامعين. فانا كده يبقى المشكلة عندك انت، طالما في حد واحد بس سامع يبقى معنى كده ان المشكلة عندك انت في الجهاز بتاعك. انا هكمل يا جماعة، التليفون قدام حضراتكم اهو، حد لسه مش سامع برضو من الناس اللي حاضرة معانا يا جماعة عشان اكمل.
الرقم قدامكم يا جماعة، رقم الواتس بتاعي. هل حد مش سامع؟ تاني، في واحدة بس هي اللي مش سامعة. أنا هكمل بقول يا جماعة تاني، بتكلم أنا. هو الجهاز البولي أو اليورينري سيستم ده بيتكون من إيه؟ فبنقول إنه كان بيتكون، الكلام ده أنتوا خدتوه في الأناتومي، كان بيتكون من كليتين، تو كيدنز. والكيدني دي يا جماعة كان بيخرج منها، ثواني في حد من الزملاء بيتصل بيا، صار لحظة. ألو، عليكم السلام يا حبيبتي. حبيبتي انت بس اللي بتقولي مفيش صوت، زمايلك سامعين، فمعنى ان انت مش سامعه يبقى مشكله عندك في الجهاز، الزملاء كلهم سامعين. فشوفي ايه المشكله، يعني اقفلي مثلا وافتحي تاني، شوفي ايه المشكله عندك. يلا جود لك، نرجع تاني يا جماعه ونكمل مع بعض. خلاص يا حبيبي، انا هي في زميله ليكوا وهي اللي مش سامعه، المشكله عندها. تعالوا، خلاص تمام، اتفقنا. شكرا للناس اللي بيتواصلوا معايا عشان بس اقدر اعرف انا انتوا سامعيني ولا انا عمال اكلم نفسي، لان انا مش باين عندي مش سامع اي حاجه. فانا هرجع تاني واكمل بقى. خلاص، بنقول يا جماعه تاني، انا بسجل المحاضره يا حبيبي، انا فعلا بسجلها حاضر. ولو في حاجه تواصلوا معايا يا جماعه، اهلا بيكم في اي وقت، انتوا زي اخواتي الصغيرين، ده تليفوني انا سايبه لكم اهو، يعني في اي وقت اتفضل، انا يعني كلكم اخواتنا الصغيرين، في اي وقت تحت امركم. حتى لو في جزئيه مش فاهمها تقدر تجيلي في الكليه وننسق مع بعض ونتقابل، مفيش اي مشكله ان شاء الله. تعالوا مع بعض نقول تاني، الجهاز البولي بتاعنا كان بيتكون من ايه زي ما انتم شايفين. نرجع تاني، معلش معلش. اهو يا جماعه، كان الكدني دي ليها ميديال بوردر ولاترال بوردر، وكان الميديال بوردر ده بيخرج منه حاجات او بيدخله حاجات، يعني الكليه كان بيخش عند الميديال بوردر بتاعها حاجات، يعني زي الرينال ارتري، ويخرج الرينال فين، ويخرج طبعا انبوبه عضليه من المكان ده، والمكان ده اللي كان على الميديال بوردر ده كان اسمه يا شباب الهايلم اوف ذا كيدني. وبعدين كان بينزل انبوبه كده من ضمن مكونات الجهاز البولي، والانبوبه دي كان اسمها يا جماعه يوريتر، والانبوبه دي انبوبه عضليه ماسكولار تيوب، كان طولها 25 سم لو تتذكر. وكان عندنا 2 يوريترز، والـ2 يوريترز دول كان بينزلوا رايحين ينتهوا في يورينري بلادر الكبيره بتاعتنا دي، اللي ربنا سبحانه وتعالى لحكمته خلقها لنا، ولولا اليورينري بلادر دي كان هيبقى في مشكله كبيره في تجميع البول، ما كانش في عندنا مكان نجمع فيه اليورين. وبعد كده بيحصل يخرج من اليورينري بلادر طبعا اليوريثرا، كل الكلام ده كله احنا بنقول ايه هي الكومبوننتس بسرعه كده اوف ذا يورينري سيستم. طيب يا شباب، احنا عارفين ان الكيدني هتبقى وظيفتها الاساسيه اليورينري سيستم انه يعمل فلتريشن اوف ذا بلاد فروم ذا توكسيك كومباوندز، سواء كان التوكسيك كومباوندز دي ممكن تبقى توكسينز فعلا، او ممكن يبقى دراجز اللي بنعتبرها توكسينز، يعني اي حد هياخد دواء، الدواء ده طبعا اكيد بعد ما بيستخدم في جزء منه ما بقاش محتاجينه في الجسم، فعايزين نتخلص منه، فهنتخلص منه عن طريق الكليه، هنروح للكليه وكلية هترمي الدراج ده في البول، وينزل البول محمل بالدواء ده خارج البطن. اكيد برضو لو احنا عندنا اكسس ووتر ولا بتاع، شاربين ميه بزياده شويه، محتاجين نتخلص منها. من ضمن الحاجات بتاعه الاكسكريتوري سيستم اكيد هنروح للكدني، والكدني هناك هترميه هو كمان في اليورين. النهارده هنتكلم عن ايه بقى؟ احنا هنبدا النهارده نتكلم على، ناخد بس اول جزئين في اليورينري سيستم في محاضرتنا النهارده، وهنتكلم ونقول ازاي الكدني اتعملت، الكليه دي اتعملت ازاي، وازاي يا جماعه اليوريتر اتعمل. خد بالك ان الكدني موجوده دلوقتي في الادلت ليفل بتاعها، هي موجوده في البوستير ابدومينال وول، يعني موجوده في الابدومين يا جماعه، فوق في الابدومين. الكلام ده مهم جدا، بينما اليورينري بلادر واليوريترا موجودين في البلبس، يعني في الحوض. الكلام ده هنعوزه كمان شويه. وتعالوا، دي الكدني طبعا زي ما اتفقنا، وده اليوريترز، واللي تحت ده اليورينري بلادر خارج منها اليوريثرا. تعالوا نقول ونخش في موضوع محاضره النهارده، وهنتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا كيدني اند يوريترز. احنا واخدين كده يا جماعه كات سيكشن في البيبي ده، في الجنين ده. الجنين ده زي ما انتم شايفين، لو حد فاكر، كان بيتكون من تراي لامينار ديسك، يعني 3 طبقات، ديسك معمول من 3 طبقات. كان الطبقة اللي موجودة في ظهر الجنين اللي أنا ماشي عليها دي كان اسمها يا ابني زائكتودير، أما الطبقة اللي كانت موجودة قدام ناحية بطن الجنين، يعني هنا كده بطن الجنين وفوق هنا كده ظهر الجنين،
هنا تحت كده دي الفنترال اسبكت اوف ذا بيبي، وهنا كده هنا الدورسال اسبكت اوف ذا بيبي. فانا عندي يا جماعه الجنين ده ظهره، اللي فوق ده ظهره، واللي تحت ده شباب بطنه، تمام. طيب كان في عندي الديسك ده كان 3 طبقات، العيل كان معمول من 3 طبقات، من ورا لقدام كانت الطبقه اللي موجوده بره خالص دي كان اسمها الاكتودير، قدام خالص كانت الطبقه الثالثه اللي كان اسمها الاندودير، وكان يبني ما بين الاكتوديرم اللي موجود ورا على الدورسم والاندوديرم اللي موجود قدام على الفنترال اسبكت، كان في طبقه اللي ما بينهم دي، كل دي كده، ودي كان اسمها يا شباب لو تتذكروا ذا انترا امبريونيك ميزوديرم. يبقى الطبقه الانترا يعني جوه الجنين، ماشي، والميزوديرم ده اللي هيصنع حاجات كتير قوي من ضمنها العضلات والعظم والكلام ده والجهاز البولي زي ما هنشوف حالا دلوقتي. كان في يا جماعه انبوبه كده كان اسمها النوتوكورد، وده كان الاكسس اوف ذا بيبي. الانبوبه دي اللي انتم شايفينها كان في ظهرها ورا نيورال تيوب، النيورال تيوب دي اللي كانت بتعمل الجهاز العصبي. احنا عاوزين ايه بقى؟ احنا عاوزين الميزوديرم ده، الطبقه اللي في النص دي اللي اسمها الانترا امبريونيك ميزوديرم. كلمه انترا امبريونيك يعني جوه الجنين، فانا عندي ميزوديرم موجود جوه الجنين، ما هو ده الجنين اللي معايا ده دلوقتي. في طبقه اسمها الانترا امبريونيك ميزوديرم كانت موجوده اون ايتش سايد اوف ذا نوتوكور، يعني النوتوكور ده كان واقف في النص، على يمينه ميزوديرم وعلى شماله ميزوديرم. اسمه ايه الميزوديرم ده؟ اسمه انترا امبريونيك ميزودير. الانترا امبريونيك ميزوديرم ده كان بيتقسم هو كمان لثلاث اجزاء، فروم ميديال تو لاترال. الجزء الاولاني يا جماعه كان اون ايتش سايد اوف ذا نوتوكور، يعني على جانبي النوتوكور من الناحيتين كان في جزء، اول جزء من اجزاء الانترا امبريونيك ميزوديرم، ولو حد يتذكر كان اسمه البارا اكزيال ميزودير، كان اسمه البارا اكزيال ميزودير. بينما كان في ميزوديرم موجود بره خالص هنا كده يا جماعه موست لاترال، كان اسمه لاترال بريت ميزودير، وده موجود على الناحيتين، وده كان طبقه واحده بس بدا يحصل فيه كافيتيشنز، والكافيتيشنز دي يا جماعه قابلت بعضيها وعملت كيس موجود على الجنب ده وكيس الناحيه الثانيه على الجنب ده، بقى في هنا كافيتي وهنا الناحيه الثانيه في الجنين في كافيتي، والكافيتي دي اسمها ذا سيلوميك كافيتي، كانت اتوجدت ما بين الطبقتين بتوع مين يا جماعه؟ بتوع اللاترال بليت ميزودير. واللاترال بليت ميزودير زي ما اتفقنا اتقسم لحتتين، طبقه قدام ان كونتاكت مع الاندودير، وطبقه ورا ان كونتاكت مع الاكتودير. يبقى تاني طبقه او تاني جزء من اجزاء الانترا امبريونيك ميزودير موجوده لاترال على اللاترال سايد اوف ذا بيبي، وكان اسمها يا جماعه بنسميها لاترال بليت ميزودير. وفين الطبقه الثالثه اللي في النص دي؟ الجزء الثالث من اجزاء الانترا امبريونيك ميزودير هو جزء بينك اهو موجود في النص ما بين البارا اكزيال ميزودير ميديالي وما بين اللاترال بليت ميزودير لاترالي، والطبقه دي هي اللي اسمها انترميديت ميزودير. الطبقه دي طبقه في الوسط ما بين البارا اكزيال ميزودير مع الميديال سايد واللاترال بليت ميزودير مع اللاترال سايد، الطبقه دي في النص اهي، وهي دي الانترا امبريونيك ميزودير. الكدني بتاعتنا هي واليوريترز واليوروجينيتال سيستم كله هيخرج منين؟ هيخرج من الطبقه دي يا جماعه، which is ايه؟ انتر ميديت ميزودير. يبقى يا جماعه الكدني واليوريترز بيجوا منين بقى في الاخر خالص؟ بيجوا من الانتر ميديت بليت ميزودير، يعني من الميزودير اللي موجود فين بالظبط؟ اللي في النص ده. يبقى هي بتيجي من الانترا امبريونيك ميزودير، من انهي جزء بالظبط؟ هل هي الجزء اللي جوه ده اللي اسمه البارا اكزيال، ولا من اللاترال، ولا من اللي في النص؟ لا، من اللي في النص اللي هو اسمه انتر ميديت بليت ميزوديرم. اتفقنا ان الميزوديرم ده كله على بعضه اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم، انقسم لثلاث اجزاء، جزء موست ميديالي اسمه البارا اكزيال ميزوديرم، جزء يا جماعه في النص اسمه الانتر ميديت ميزوديرم، جزء موجود لاترالي اللي هما الطبقتين دول على بعض اسمهم لاترال بليت ميزوديرم. اذا احنا هنخرج منين بقى الموضوع بتاعنا؟ هنخرج من الانترميديت ميزوديرم، وهو كل الكلام بتاعنا هيكون على الانترميديت ميزوديرم. وتعالوا نبدا ونقول الاكسكريتوري بارت اوف ذا يوريدري سيستم بيجي منين؟ هنتكلم بقى على الديفلوبمنت
of the excretory part of the urinary system. عايزين نقول النفرون اتعملت منين واليوريتر اتعمل منين والكيدني اتعملت منين. بنقول يا جماعه ان في الكيدني بتاعتنا واليورينري سيستم بيجي من ثلاثه اوفرلابنج كيدني سيستمز. يبقى احنا عندنا ثلاثه سيستمز بيعملوا يا جماعه اليورينري سيستم. الثلاثه سيستمز دول واحد يظهر اول واحد اول كليه بدائيه بتخرج اسمها البرونيفروس، وكلمة برو يعني قبل بدائية خالص، هتختفي ويظهر وراها مرحلة تانية هيسموها زاميزونيفروز، هنشوفها حالا دلوقتي مين هي الميزونيفروز اللي هتختفي بعد شوية وتيجي البير من انتكدني اللي هو اليورينري سيستم بقى الحقيقي النهائي بقى اللي اسمه البيتا نيفروز. يبقى أول كلام عايزين نقوله إن يا جماعة الإكسكريتوري بارت أوف ذا يورينري سيستم بيجي من ثلاثة أوفرلابنج كيدني سيستمز كلهم بيخرجوا مش مع بعض، لا بيخرجوا كرينيال تو كودال. يبقى في فوق خالص هيبدا يظهر حاجه فوق، فين؟ فوق في الجنين، يعني في رقبه الجنين عند منطقه النك زي ما هنشوف دلوقتي في السيرفايكال ريجن هيبدا يظهر البرونيفروس. بعد شويه هتختفي ويظهر مجموعه انابيب ثانيه هيبقى اسمها الميزونيفروز اللي هتختفي عشان تختم بالميتانيفروز، وهي دي يا جماعه البيرمننت كيدني. يبقى الثلاثه كيدني سيستمز دول هيتعملوا ان اكرينيال تو كودال سيكونس ديورنج انترا يوتراين لايف. يبقى الجنين موجود يا جماعه في بطن امه، اول حاجه هتتعمل خالص اول كيدني هتبدا تتعمل اسمها البرونيفروس، هتختفي ويظهر بعديها نوع تاني اسمه الميزونيفروس اللي بعد كده هيختفي هو كمان عشان يجي البيرمننت زي ما قلنا كيدني سيستم اللي هو الميتانيفروس. يبقى الجزء الاول ده اول حاجه هتظهر في منطقه الرقبه في السيرفايكال ريجن هيبقى اسمها هي المنطقه دي كده البرونيفروس، اللي تختفي ويظهر مكانها مجموعه انابيب جديده هيبقى اسمها الميزونيفروس، اللي هتختفي ويظهر بعديها الميتانيفروس اللي هي اخر يا جماعه بيرمننت كده. تعالوا بقى نقول كل واحد من النوم بيتكون من ايه وموجود فين ولما يختفي هيسيب مكانه حاجات ولا مش هيسيب. هنبدا باول حاجه وهو البرونيفروس، وده أول كيدني سيستم هيتعمل يا جماعة زي ما اتفقنا إن إحنا عندنا ثلاثة أوفرلابنج كيدني سيستمز، واحد بيتعمل ويختفي يظهر بعديه الثاني، اللي هيختفي يظهر بعديه المرحلة الثالثة في الكيدني سيستم. تعالوا نتكلم على أول مرحلة في اليورينري سيستم وهي البرونيفروس. موجودة فين البرونيفروس دي؟ المكان بتاعها موجوده في الجزء الفوقاني من النيك يقولوا عليه السيرفايكال ريجن. يبقى هنتكلم في مجموعه انابيب هتبدا تطلع في منطقه السيرفايكال ريجن اسمها يا شباب البرونيفروس. ادي الجنين اهو يا شباب، وادي ظهره ورا اهو، وادي بطنه قدام، والجهاز الهضمي بيتكون هنا، وعلى جانبي الجنين قلنا في كافيتي اسمها السيلوميك كافيتي، واللي هنتكلم عليه دلوقتي هي البرونيفريكتبيولز. البرونيفروس دي تتكون من تبيولز 7 ل 10 تبيولز، السبع ل 10 تبيولز دول هنسميهم يا جماعه مع بعضهم كده ذا برونيفريكتبيولز. بيتميزوا بان هم مجموعه انابيب واحده كودال تو ذا اذر. يبقى احنا عندنا مجموعه انابيب 1 كودال تو ذا اذر زي ما احنا شايفين كده، عددهم قد ايه؟ عددهم 7 ل 10 زي ما انتم شايفين. تظهر واحدة وراها واحدة تحتيها واحدة تحتيها، كلهم نجمعهم يطلعوا كام؟ يطلعوا 7 ل 10 انابيب. Arranged one caudal to the other. والانابيب دي اهم ما يميزها انها بتبقى كونكتد مع السيلوميك كافيتي، يبقى هي مرتبطة وفاتحة على السيلوميك كافيتي. ماشي يا جماعة؟ كويس. كل انبوبة منهم بيبقى لها يا جماعة تو اندز، ميديال اند فيها انترنال جلوميرولوس شبكة كده من الكابيلاريز اسمها الانترنال جلوميرولوس، والميديال اند ليها كمان حاجة اسمها الاكسترنال جلوميرولوس نير ذا اند، واللاترال اند بتاعتها يا جماعة اهي دي اللاترال اند رايحة تفتح في دكت، الدكت دي اسمها البرونيفريك دكت، الدكت دي اسمها البرونيفريك دكت. يبقى في مجموعة انابيب اهي يا شباب لو احنا بنبص للطول، الانابيب دي اسمها البرونيفريك تبيولز رايحه تفتح لاترالي في انبوبه في الضغط اللي نازله دي، والضغط اللي نازله دي اسمها البرونيفريك دكت. طب البرونيفريك دكت دي مكمله لتحت رايحه لغايه الهايند دكت
عشان تفتح في الساك اللي كان اسمها الكلواكة، آخر حتة في الهايل درايف. إذا مجموعة الأنابيب الحمراء شوية البنك الصغيرة دي، دول بس كده اللي في منطقة السيرفايكال ريجن، سميناهم البرونيفريك تبيولز. هيمشوا لاترالي يفتحوا في داكت، الداكت دي يا جماعة اسمها البرونيفريك داكت، اللي مكملة ونازلة نازلة، رايحة تفتح فين في الآخر؟ رايحة تفتح في الكلوات. طب إيه هو بقى الفيت بتاع البرونيفروز؟ هي البرونيفروز دي اتكونت من حاجتين، اتكونت من تبيولز اللي أنت شايفها دي، والتبيولز دي راحت تصب في الداكت، التبيولز دي راحت تصب في الداكت دي. والله إن كان على البرونيفريك تبيولز فدي بتديجنريت كومبليتلي، يبقى بتختفي تماما مجموعة الأنابيب الصغيرة اللي سميناها البرونيفريك تبيولز اللي كانت موجودة بس في منطقة السيرفايكال ريجن، اختفت تماما. طب والداكت يا جماعة؟ لا، البرونيفريك داكت الجزء الأولاني منها اللي كان بيصب فيه البرونيفريك تبيولز، الجزء ده اختفى هو كمان، احنا عاملين نقط كده لأنه اختفى تماما. ده الجزء اللي فوق، لكن الجزء اللي تحت اللي هو الكودال بارت، بقيه الانبوبه هيدنيه، هيعمل انبوبه جديده اسمها ميزونيفريك داكت اللي رايحه برضه تفتح فين؟ قلنا رايحه تفتح في الكلويك. يبقى سيمبل يا جماعه، البرونيفروس ده اختفى تماما. بس البرونيفروس ده يا دكتور كان حاجتين، كان تبيولز شويه انابيب جايه بالعرض اهي اللي انت شايفها على الناحيتين دول، ادي انابيب صغيره، وفي نفس الوقت كان في داكت رايحين يفتحوا فيها. الضغط دي كان اسمها البرونيفريك داكت، كلها على بعضها كده كان اسمها البرونيفريك داكت. ماشي؟ ايه اللي حصل في الانابيب الصغيره دول السبع العشر انابيب؟ اختفوا. اختفوا تماما. طب ومكان ما رايحين يصبوا الحته دي اللي اسمها البرونيفريك داكت، والله البرونيفريك داكت دي الجزء العلوي منها الكرينيال ده هو كمان بيختفي، اما بقيه الضغط يا شباب بتستمر مكمله معانا في المرحله الجايه، اللي رايحة تفتح زي ما اتفقنا في الكلواكة وتغير اسمها ويسموها الميزونيفريك داكت. يبقى زي ما انت شايف تاني، ادي الفيت اوف ذا برونيفريك داكت، ادي يا جماعة الداكت دي اسمها البرونيفريك داكت زي ما اتفقنا. الانابيب الصغيرة اللي اسمها البرونيفريك تبيولز الصغيرة قوي دي بتختفي تماما، اما البرونيفريك داكت الجزء الفوقاني منها ده الكرينيال بيختفي، الجزء الكودل ده بيستمر معانا زي ما هو ويغير اسمه ويسموه زميزو نفري. بانتهاء المرحلة دي اللي سميناها البرونيفروس بتبدأ مرحلة جديدة اسمها الميزو نفروس. ايه بقى الميزو نفروس؟ مجموعة أناليب تانية نفس شكل الأناليب اللي فاتت بس عددهم أكبر ومكانهم اختلف. احنا قلنا بدأنا مجموعة الأنابيب ظهرت فوق هنا في منطقة السيرفايكال ريجون كان اسمها البرونيفروس، هتختفي وتبدأ تظهر مجموعة أنابيب في مكان تاني خالص، هنشوفها مكانها فين. موجودة في الثوراسيك يعني منطقة الصدر بتاع الجنين، وموجودة في اللمبر ريجون. يبقى خلي بالك معايا، بدأ يظهر مجموعة أنابيب تانية تشبه الأنابيب اللي فاتت، بس الأنابيب دي موجودة في منطقة تانية خالص في الثوراسيك أند أبر لمبر ريجون اسمها الميزو نفروس. لو خدنا كات سيكشن كده في البيبي، ادي ظهر البيبي موجود ورا اهو، ودي النيورال تيوب زي ما اتفقنا، وده طبعا النوتو كور، وادي بطن العين. ماشي؟ ده طبعا الجي اي تي، وهنا كده احنا السيلوما كافيتي، المنطقه اللي هنا دي السيلوما كافيتي. ايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ قلنا الميزو نفروس دي عباره عن ميزو نفريك تيبيولز زي البرونيفروس بالظبط، عددهم قد ايه؟ المره دي عددهم 70 ل 80 انبوبه. يبقى هناك في البرونيفروس كان عندنا كام تبيول؟ كان عندنا من 7 ل 10، لكن هنا احنا عندنا يا جماعه 70 ل 80. ده بقى كيدني سيستم زي ما نقول كده بقى ايه، متقدم شويه عن الكيدني سيستم اللي فات. عددهم قد ايه؟ العيل بدأ يكبر ومحتاجين طبعا نعمل له اكسكريشن لويست برودكت اكتر من المرحله اللي فاتت، فدول 70 ل 80 انبوبه اسمهم بيزونيفريك تبيولز. برضه نفس الكلام، وان كودا تو ظهر بتبدا تظهر فروم كرينيال، ادي انبوبه تحتيها الانبوبه الثانيه وتحتيها الثالثه، وانت نازل كده على تحت، نازلين تحت كده، الانابيب دول مرصوصين تحت بعض. عددهم قد ايه؟ 70 ل 80. كل انبوبه شكلها زي ما انت شايف على شكل حرف الاس، اس شيب تبيولي، وليها نهايتين، نهايه ميديال اهي
ناحية الجزء الأحمر ده اللي هيعمل الجلوميرولوس، بس ده تبع الإيه الكارديوفاسكولار سيستم، لكن ليها نهاية ميديال وليها نهاية لاترال حاجات تحت الضغط. النهاية اللي موجودة ميديال اسمها الميديال إند، والميديال إند دي يا شباب نوت كونكتد للسيلوماكات. هناك في البرونيفروز الميديال إند كانت كونكتد للسيلوماكات لو حد يتذكر، ده مهم يا جماعة عشان الـ MCQ. أما الميزونيفروز الميديال إند بتاعتها نوت كونكتد للسيلوماكات، واللاترال إند زي ما انتم شايفين بتروح تفتح في أنبوبة، الأنبوبة دي بتخش وتفتح نازلة كده. الأنبوبة دي طبعا لسه قايلينها من شوية كان اسمها الميزونيفروس، هي دي الأنبوبة يا جماعة زي الدكتور زي ما انتم شايفين تخيلوا كده الأنبوبة ماشية كده، وراح يصب فيها اللاترال إند بتاع الأنابيب الصغيرة اللي اسمها الميزونيفروس. الميزونيفروس مجموعة أنابيب ماشية بالعرض كده زي ما قلنا 70 ل 80، رايحين يفتحوا فين في الآخر؟ رايحين يفتحوا في الضغط اللي اسمها ميزونيفروس ضغط. الميزونيفروس ضغط يا جماعة الاسم التاني ليها طبعا هو الولفيان ضغط. الميزونيفروس ضغط الاسم التاني ليها هو الولفيان ضغط. هي عبارة عن الـ remaining part of the pronephric duct. اتفقنا إن الدكت دي كلها على بعضها من أول رقبة العيل في السيرفايكا ريجن لغاية الكلواكة كان اسمها برونيفريك دكت. لكن لما البرونيفروز اختفوا التبيولز مع الكرينيال اند الجزء العلوي ده من البرونيفريك دكت، الجزء اللي فاضل ده سميناه يا جماعة الميزونيفريك دكت. يبقى هو ايه هي الميزونيفريك دكت؟ هي الـ remaining part of the pronephric duct اللي نازل رايح فين يفتح فين؟ رايح يفتح كودالي في الكلوكة. طب الميزونيفروس ده ايه بقى الترمينيه الفيل بتاعه؟ زيه زي اخوه بس ده هيسيب بقايا، التاني اختفى وما سابش حاجه خالص، البرونيفروس اختفى ما سابش حاجه مكانه. اما الميزونيفروس الموقف هيختلف. فنتكلم الاول على التبيولز والدكت، في تبيولز وفي دكت، ونتكلم في الميل وفي الفيميل لان الموضوع مختلف. والله لو كان في الميل هيعمل جزء من الجينيتال سيستم زي ما هنشوف حالا، التبيولز والميزونيفريك داكت هيعملوا جزء من الميل جينيتال سيستم. في الميل دي التستس يا جماعه هتعمل، هتبدا تعمل التستس مش وقته نقول جت منين، لكن في ظهر التستس كان في انبوبه يا جماعه. الانبوبه دي لو كان حد يتذكر كان طولها 6 متر كانت ماشي، لكن قبل اللي هي ورا خالص دي اسمها الابيديديمز، بس كان بيربط الابيديديمز بالتستس شويه انابيب صغيره كده اسمها الايفرنت داكتيولز اوف ذا تستس، او يقولوا عليها الفازا افرنشيا. فهو الميزونيفروس او الميزونيفريك تبيولز بتعمل الفازا افرنشيا وبتعمل كمان جزء من الابيديديمز اللي هو الهيد، الحته اللي فوق دي بس. احنا الهيد اوف ذا ابيديديمز مع التبيولز الصغيره اللي اسمها الفاز افرنشيا هيعملها الميزونيفريك تبيولز، وكمان هتعمل حاجه يسموها الباراديديمز ريمننت كده منها مش عارفين له ايه وظيفه الباراديديمز. اما في الفيميل فالتبيولز هتعمل بقايا مجرد حاجه كده تقول ان هنا كان في يوم من الايام ميزونيفريك تبيولز، وده يسموه الايبوفورون، واللي تحت يقولوا عليه البارو فورون، وكل دول موجودين في ليجامنت هنا بتاع الاوفري ده الاوفري طبعا، يبقى جنبيه شويه انابيب كده اسمها الايبوفورون والباروفورون، دي ريبريزنت الريمننس اوف ذا ميزو نفريك تبيوس. طب والميزو نفريك داكت نفسها او الولفيان داكت ايه الفيت بتاعها؟ برضو في الميل عندنا هتعمل حاجه اسمها الابندكس بتاع الابيديديمس اللي موجود فوق الابيديديمس ده، وهتكمل بقى بقيه الابيديديمز. احنا من شويه قلنا الهيد اوف ذا ابيديديمز عملت التوبيولز، لكن البادي والتيل هنكمل البادي والتيل. كان في ستراكشر كده كان موجود في ظهر التستس كان اسمه الابيديديمز، كان ليه كوما شيب ستراكشر شيب، هو شكله كان كوما شيب، وكان يا جماعه ليه هيد موجود فوق عملها الدكتيول عملها الايه الميزونيفريك تيبيولز. طب والبادي والتيل يعملوا مين؟ يعملوا طبعا الميزونيفريك دكت. بعد كده الابيديديمز كان بيخلص ويبدا حاجه اسمها الفاز اللي هو كان ماسكولار تيوب الفاز ديفرنس، برضه بتعمله الميزونيفريك دكت. يبقى لغايه دلوقتي الميزونيفريك دكت عملت البادي والتيل اوف الابيديديمز، عملت كمان الفاز ديفرنس، والفاز ده لما كان ماشي كده
كان رايح لو احنا فاكرين يصب في البروستاتيك يوريثرا، وهو في الطريق كان بيقابل السيمينال فيزيكال داكت. اهي السيمينال فيزيكال داكت دي يا جماعه هي كمان جايه من الميزوريفريك داكت، وكان الداكت بتاع السيمينال فيزيكال بتقابل الداكت اوف ذا ايجاكولات اوف ذا سوري فاز عشان تعمل الايجاكولات داكت. الحته دي كده كان اسمها الايجاكولات داكت، ودي كانت معموله عن طريق يونيون لتو داكتس، الفاس مع الضغط بتاعت السيمينال فيزيكال. كل ده بيعملوا مين يا جماعه؟ بيعملوا الميزونفريك ضغط الميل. يبقى عايزين نقول تاني الميزونفريك ضغط عملت ايه بقى تاني؟ عملت كماله تكمله الابيدرمس اللي هو يا جماعه البطن والتين، وكملت عملت الانبوبه اللي بتكمل بعد الابيدرمس اللي اسمها الفاز ديفرنس، وهي في الطريق عملت كمان السيمينال فيزيكال والانبوبتين بتوع السيمينال فيزيكال وبتوع الفاز اتحدوا مع بعض وعمل الانبوبه دي اللي سميناها الايجاكولاتوري داكت. ده الفيت اوف ميزونيفريك داكت ان ادي السيمينال فيزيكال وادي الايجاكولاتوري داكت ادي السيمينال فيزيكال. اما في الفيميل فالموقف مختلف، الفيميل الميزونيفريك داكت بتدي بقايا صغيره كده يقولوا عليها جارتنر داكت، جارتنر. اما الميل وفيميل في الاثنين يعني في بوست سكسز، فالميزونيفريك داكت قبل ما بتنتهي كده قبل ما تروح تجوين زي ما انت شايف كده الكلوكة بتدي بض اسمه يوريتريك بض، وده اللي هيبدا يكبر ويعمل اليوريتر. يعني ده كده بدايه تكوين اليوريتر يا جماعه. يبقى قبل ما تنتهي الميزونيفريك داكت تصب في الكلوكة بتطلع حاجه كده بروز كده منها طالع لفوق اسمه اليوريتريك بض، ده اللي هيعمل اكيد اليوريتر. طب الجزء الاخير منها شايف الحته الديستال دي من الميزونيفريك داكت دي هتبقى ابزوربت في الكلواكه، هنشوف حالا اهي. يبقى الجزء الحته الاخيره دي الحته دي هتروح تبقى ابزوربت في الكلواكه من ورا، وتعمل على فكره الترايجون اوف ذا يورينال بلادر. هنقول ان شاء الله في المحاضره الجايه ازاي اليورينال بلادر اتعملت، هنقول لك ان هي جايه من مصدر واحد ما عدا بس الترايجون. الترايجون ده جه منين؟ تعرف انه جه عن طريق الجزء الاخير الديستال بارت ده، هيحصل له ابزوربشن طبعا. الديستال بارت بتاع الميزونيفريك داكت، الديستال بارت بتاع الميزونيفريك داكت. هنقف يا جماعه، يعني هنحاول ندي ريست كده لمده 5 minutes ونكمل كمان شوية 5 دقايق بس ريست.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا جماعة من جديد. هنكمل مع بعض اللي بدأناه. بس برضو قبل ما نكمل حابب بس أتأكد إن أنتوا سامعيني. يا ترى سامعين برضو ولا في مشكلة؟ الزميل اللي معانا تمام الحمد لله. هنكمل يا جماعة ونروح بقى. اتفقنا تاني وبنذكر بعضنا مع بعض ان الكيدني ديفلوبد من ثلاثة سيستمز زي ما اتفقنا. السيستم الاولاني خالص كان اسمه البرونيفروس، واللي وراه كان اسمه الميزونيفروس، وبعد كده الميتانيفروس اللي معانا دلوقتي. طبعا البرونيفروس ده كان بدأ يظهر في منطقة السيرفايكال ريجون لو تتذكروا. كان مجموعة انابيب من 7 إلى 10 انابيب اسمها البرونيفريك تيبيولز، وكانت بتصب كلها في دكت اسمها البرونيفريك دكت، وهما الاثنين اختفوا سواء التيبيولز او سواء الدكت. وقلنا ان الجزء العلوي او الكرينيال بارت يعني بتاع البرونيفريك دكت اختفى، بينما الكودال بارت يا جماعه استمر معانا وبقى اسمه الميزونيفريك دكت، اللي برضه هي كمان جت في منطقه الثوراسيك والابر لمبر، عملت المرحلة الثانية اللي اسمها الميزونيفروس. ودول كانوا مجموعة أنابيب قلنا 70 لـ80 أنبوبة اسمها الميزونيفريك تيبيولز. كل واحدة منهم كان ليها ميديال إند وكان ليها لاترال إند، واللاترال إند بتاعتها كانت بتفتح في الميزونيفريك ده. وقلنا إن هما الاثنين سواء كان الميزونيفريك تيبيولز أو الميزونيفريك ضغط اختفوا، بس سابوا مكانهم بقايا زي ما اتفقنا، والبقايا اكتر كانت في الميل جينيتال سيستم. يعني الولفيان دكت كانت عملت حاجات مهمه جدا في الميل جينيتال سيستم، لما نيجي ان شاء الله نقولها تاني نتكلم عن الميل جينيتال سيستم هنتذكر الولفيان دكت تاني، ونفكركم ان الولفيان دكت دي عملت حاجه مهمه جدا في الجينيتال سيستم اوف ذا ميل. لكن خلينا مع النهارده وهي بتعمل حاجه مهمه جدا في اليورينري سيستم. ممكن ده اللي بيخلينا نسأل بعضنا سؤال، هو ليه احنا بناخد اليورينري مع الجينيتال؟ يعني لو خدت بالك ليه عملنا يورو جينيتال سيستم ما عملناش يورينري لوحده او جينيتال لوحده؟ ان زي ما انت شايف كده اليورو جينيتال، اليورينري والجينيتال سيستمز الاثنين بيخرجوا من نفس الحاجات اللي بيخرجوا فيها، وبيخرجوا في نفس التوقيت من نفس المكان. في حاجات بتعمل ده وتعمل ده زي ما انت شفت كده، الولفيان دكت او الميزونيفريك دكت في جزء هتشارك بجزء يعمل اليورينري سيستم والجزء الثاني يعمل الجينيتال سيستم. نيجي بقى لمرحله ثانيه اسمها الميتانيفروز، ودي برضو بتديفلوب من تو سورسز. الميتانيفروز دي اللي هي البيرمننت كيدني، دي الكيدني بتاعتنا اللي احنا عاوزين نوصل لها يا جماعه. جت منين؟ جت من حاجتين. اول حاجه طبعا هي اليوريتريك بط، لسه قايلين من شويه ان قبل الميزو نفرك ضغط ما تلتحق بالكلواكه بيبدا يطلع كده ايه بض كده اسمه اليوريتريك بض، وبيلاقي جنبه كده كوليكشن كده من نيفروجينيك كور تبع الميزوديل في منطقه السيكروم اسمه الميتانيفريك كير. اذا الكيدني سيستم والبيرمننت كيدني اساسا هتديفلوب من الحاجتين دول، اليوريتريك بض والميتانيفريك. هو ده اليوريتريك بض طبعا اللي خرج از ا دايفيرتيكولم زي ما اتفقنا من اللور اند بتاع الميزونيفريك دكت. الميزونيفريك دكت عم قبل ما تلتحق بالكلواكه بيتخرج زي ما احنا شايفين دايفيرتيكولم صغير كده رايح يطلع لفوق. احنا هنا في منطقه السيكروم، خلي بالك البض ده هيخرج صغير ويكبر زي اي نبات ما بيكبر ويجرو وهو ماشي في الطريق، هيلاقي قدامه حاجه اسمها الميتانيفريك كاب جزء تبع الميزوديرم، هياخدها معاه ويطلع بيها لفوق زي ما هنشوف دلوقتي. اهي دي الميتانيفريك كاب اهو. يبقى دي كده كان اسمها الميزونيفريك بارت.
ماشي. الجزء الاخير منها ابزوربد هنا في الكلواكي عشان يعمل الترجون. اما الجزء اللي خرج منها اهو اللي هو اسمه الوريتريك باد، قلنا خرج منها هو ماشي في الطريق هيلاقي جزء من الميزوديرم اسمه الميتريفر الكاب، هياخده فوقيه زي الكاب بالظبط، يعني عامل بالظبط زيه زي ما بياخد طاقية كده فوقيه، ياخده ويطلع بيه لفوق، لأن احنا هنا في منطقة السيكرم وده مش مكان الكدني، احنا كده في السيكرم. طيب الاستوك بتاع اليوريتريك باد الجزء ده كده هو اللي هيعمل اليوريتر، يبقى الاستوك ده كده الحتة دي هي اللي هتعمل اليوريتر. أما هو جاي قلنا الاستوك ده بيمشي بيجرو بينمو كده طالع لفوق رايح لفوق كريمي دي، وهو ماشي في الطريق بيلاقي زي ما قلنا جزء من الميزودير اسمه الميتانيفريك كام، بياخده فوقيه ويطلع بيه لفوق زي ما انت شايف كده اهو. يبقى احنا عندنا الجزء ده كده كان اخر حتة في الميزونيفريك داكت، الجزء الاخير ده بيبقى ابزوربت عشان يعمل الترايجون، هيمتص جوه هنا جوه اليورينري بلادر، والجزء اللي طلع منه ده اسمه سميناه من شويه لو حد فاكر كده. وبعد كده كل واحد منهم قسم هو كمان مجموعة انقسامات هو كمان ماشي كده. يبقى زي ما انت شايف اول حاجة حصل repeated division successive division، successive division ده يا جماعة حصل تمام، هو الصوت والصورة راحوا، مش عارف حد بيقول الصوت والصورة راحوا، الكلام ده معاك كلكم يا جماعة لحظة كده. الصوت والصورة راحوا ولا موجودين يا جماعة؟ الصوت شغال عندي يا جماعة. حاضر نعيد آخر دقيقة. حاضر ماشي معلش سامعيني يعني اكمل؟ عايزين نجيب اعيد من انهي حته؟ وعايزين اعيد من انهي جزء؟ اعيد من هنا كده السلايد دي ولا ارجع ولا اجيب دي ولا ايه؟ طيب انا كل اللي قلته يا جماعه كل اللي قلته تاني بنقول معلش ادي الانبوبه دي كان اسمها الميزونيفريك داكت ماشي، قبل ما تنتهي وتخش جوه الكلواكه ادت فرع صغير كده اللي طلع ده سميناه زي ما اتفقنا اليوريتريك باد. طيب اليوريتريك باد ده وهو ماشي في الطريق خلي بالك ليه جزء بدايته دي البيجيننج ونهايته دي الكرينيال اند، بدايته دي كلها الستوك ده اسمه ستوك اوف ذا يوريتريك باد، ده اللي هيعمل اليوريتر، لكن في نهايته كده هيوسع قوي عشان يعمل الرينال بلبس، وقلنا هياخد فوقيه وهو ماشي في الطريق هيلاقي حته من الميزودير، الحته دي اسمها الميتانيفريك كاب زي ما اتفقنا خلاص. الكرينيال اند دي بتاعت اليوريتريك باد، دي الكرينيال اند بتاعت اليوريتريك باد، هتبدا تحصل لها انقسامات متتاليه، هتنقسم في مجموعه انقسامات متتاليه، يعني هتنقسم انقسام اهو يدي اربع حاجات، وبعد كده الاربعه دول كل واحد هيرجع ينقسم هو كمان انقسامات تانية وهكذا. فكرين الاند هتندرجو ريبيتد برانشنج فورمينج سكسيسيف جينيريشنز اوف كولكتنج تبيولز،
اول اربعه جينيريشنز يعني اول اربع انقسامات نتجوا من انقسام اليوريتريك بود هيعملوا حاجه اسمها الميجور كاليسيس. يبقى الميجور كاليسيس بتاعت الكليه جت منين؟ هي الكؤوس العظمى او الكبرى بتاعت الكليه، جت من اول اربعه جينيريشنز انقسامات حصلت لليوريتريك بود. طب وبعد كده هيرجع يا جماعه الانقسامات دي هتنقسم تاني، يعني الحاجات اللي انقسمت الصغيره دي هتنقسم انقسامات اصغر واصغر. السكند فور جينيريشنز هيعملوا الماينور كاليسز اللي بنسميها الكؤوس الصغرى. اذا اول اربع انقسامات الكبار دول، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، عملوا ايه دول؟ دول ميجور كاليسز. لكن كل ميجور كاليكس هو كمان هينقسم او هينقسموا اربع انقسامات تانيين بحيث يدوا ماينور كاليسز، يدوا ماينور كاليسز. طب وبعدين في انقسامات تانية بعد كده الصغيرة خالص دي، يبقى هي عاملة زي الشجرة كده عمال تتفرع لفروع أصغر والفروع تتقسم لفروع وهكذا لغاية لما نوصل لأصغر فروع الصغيرة دي. إيه دول بقى؟ دول الكوليكتنج تبيون. أدي الكلية أهي، وده حوض الكلية الرينال بلفس، وقلنا دول اسمهم ميجور كاليسز مكان المشاور كده. وبعدين كل ميجور كاليكس هينقسم لفروع أصغر تعمل الماينور كاليكس، وبعد كده ينقسم لفروع. شايف الفروع الطويلة دي؟ اهي دي يا جماعه اسمها كولكتنج تبيول. كل كولكتنج تبيول بتبقى متغطيه في الاخر بميتانفر الكاب، يبقى كل كولكتنج تبيول من دول ماشيه متغطيه بحته ميتانفر الكاب. تمام كده؟ احنا هنكبر بقى تبيول من دول، واحده بس من دول وحته ميتانفر الكاب كده، ونشوف ايه اللي بيحصل منهم. دول اسمهم كولكتنج تبيولز. ادي يا جماعه تبيول من دول كبرناها اهي، دي كولكتنج تبيول، وده جزء من الميزوديرم اللي اسمه الميتانفر الكاب. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بقى في واحده من دول، واللي بيحصل في دي بيحصل في كل اخواتها اللي جنبها. تعالى كده نشوف. زي ما اتفقنا جه منين الميتانفر الكاب ده؟ جه من النيفروجينيك كورد في السيكرال ريجن، يبقى في منطقه الحوض يا جماعه البلفس كان في ميزودير عامل حاجه اسمها نيفروجينيك كورد، يعني الجزء من الميزودير المسؤول عن تكوين الكليه. ده هو ده مصدر الميتانفر الكاب. ايه اللي بيحصل؟ دي كولكتنج تبيول، دي احد انقسامات اليوريتريك بط. جنبها يا جماعه جزء من الميتانفر الكاب بيعمل الاول يحصل في شويه تغيرات بقى. اول حاجه يعمل حويصله كده يسموها الرينال فيزيكل، يسموها الرينال فيزيكل. طب وبعدين تبدا الحويصله هي دي نفسها يا جماعه، الحويصله هي تبدا تكبر وتعمل انبوبه، والانبوبه دي هتبدا تطول بعد شويه وتغير في شكلها. يبقى هي دي كان اسمها الفيزيكل، والفيزيكل دي عملت انبوبه كبرت ولولوت كده ورايحه تقابل الكوليكتنج تبيول. يعني عايزين نقول ان الكوليكتنج تبيول دي جايه منين؟ من اليوريتريك بد. لكن الجزء الثاني ده اللي لون مختلف ده جه منين؟ لا ده جه من الميتانفريك كاب. خلي بالك النفرون بقى بتبدا من هنا بالظبط، من اول الجزء ده كده اللي هو الميتانفريك كاب هيعمل النفرون. فالفيزيكل دي هتدي الميتانفريك تبيول الانبوبه دي، الانبوبه عمال تطول كل شويه، وهيبدا على الميديال سايد او على البروكسيمال اند بتاعها هيبدا شويه كابيلرز تو جرو وتزق على البروكسيمال اند اوف ذا تبيول. خلي بالك تديفرنشيت لجلوميرولاي، قلنا كلمه جلوميرولاس يعني نتورك اوف كابيلرز، يبقى دي كده على بعض دي اسمها الجلوميرولاس. شويه كابيلرز كبروا قوي وتفرعوا وبداوا يزقوا على البروكسيمال اند بتاعه التبيول. وبعدين التبيولز دي مع الجلوميرولاي هيعملوا النفرون، يبقى دي كده بقت اسمها النفرون، الحته دي كده بقت اسمها النفرون. وخلاص خلص الموضوع على كده؟ لا، دي النفرون اللي في الاول خالص، يعني دي النفرون البدائيه اللي هتبدا لسه الانبوبه دي محتاجه تطول شويه عن كده. فبعد شويه زي ما انت شايف الانبوبه عمال تطول، اللي هي النفرون دي عمال تطول اكتر واكتر. يبقى البروكسيمال اند بتاع كل نفرون، البروكسيمال اند اوف ايتش نيفرون، بتعمل كبسول بيحوط الجلوميرولس. الكبسول ده اسمه باومانز كبسول. يبقى الكبسول ده يا جماعه هيبقى اسمه باومانز كبسول. احنا عارفين ان البلاد هيجي عن طريق الجلوميرولس، يحصل له فلتريشن هنا في الباومانز كبسول عشان في الاخر يمشي جوه الانابيب الكتيره دي. وفي الاخر خالص المهم هناخده ونرجعه تاني، الكلام ده خدته في الفسيولوجي، الحاجات اللي محتاجينها هنرجعها تاني الجسم. لكن طول ما احنا ماشيين جوه الانبوبه دي احنا اخرنا هنخرج بره الجسم في اليورين، اليورين عمال يتكون اهو. اذا يا جماعه تاني with further growth of the nephron الانبوبه عمال تطول، والجلوميرولاي دول عمالين يزقوا على البروكسيمال اند اوف ذا تبيول عشان يعملوا كبسول. الكبسول ده اسمه باومانز كبسول.
اما الديستال اند الناحيه الثانيه كده دي اسمها الديستال اند اوف ذا نيفرون، رايحه تفتح فين؟ في الكولكتنج تيبيول. يعني البول هيتعمل هنا ويتجمع ويمشي بالانابيب دي عشان يسيب الانابيب دي ومن النيفرون وينتقل للكولكتنج تيبيول. خد بالك، ايه رايك لو الحته دي اتقفلت، لو المكان ده ما لحمش؟ احنا عارفين ان دي حاجه ودي حاجه، لسه قايلين دي نيفرون جت من الميتانيفريك كاب، لكن دي كولكتنج تيبيول جت من الاوريتريك بط في الاخر وانقساماته. لازم يلحموا ويفتحوا على بعض عشان البول اللي يتكون هنا يمشي في طريقه للخروج بره الجسم، صح كده؟ طيب ولو ما حصلش ان هم لحموا مع بعض وفتحوا على بعض، اكيد هتبقى في مشكله كبيره هناخدها كمان شويه واحنا بنتكلم على الكونجينيتال انوماليز في الكيدني فورميشن. الانبوبه عمال تطول كونتينوس لينثنينج اوف ذا نيفرون، ادى الى فورميشن بقى للنيفرون بقى الكبيره الماتيور بتاعتنا. هي النيفرون كانت بتتعمل من ايه؟ دي النيفرون كانت بتتعمل من باومانز كبسول اهو بيحوط الجلوميرلس بروكسيمالي ويطلع انبوبه. الانبوبه الاولانيه اسمها البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، الانبوبه دي اسمها البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، الجزء الاول من الانبوبه ماشي. وبعد كده يا جماعه لوب، اللوب دي كان بيسموها يعمل لوب، ينزل يطلع كده لوب اوف هيلن، وبعد كده يكمل على الديستال كونفوليوتد تبيول. الجزء ده كله اسمه النيفرون، اللي رايح يفتح في الاخر فين زي ما اتفقنا في الكولكتنج تبيول. اوعوا تنسوا الكلام ده، كلام مهم جدا. يبقى احنا مهم نعرف ان احنا عايزين نطول ده ليه؟ ليه بنطول في الانبوبه كده؟ عشان احنا قلنا بنفلتر الدم، ففي سوائل كتير بتنزل هنا، الميه ووتر وسولت زي ما قلنا، عشان عايزين نكنس الحاجات اللي هي بتضر الجسم بره الجسم ونتخلص منها. بس لازم نزق بكميه ميه كتيره جدا وضغط يكون كويس وعالي عشان يحصل فلتريشن للحاجات الضاره فتمشي في التبيولز دي. بس وهي ماشيه بناخد بالنا ان في حاجات مهمه محتاجينها فبنرجعها تاني، عشان كده محتاجين الطريق يطول شويه قبل ما نسيب الكليه ونطلع في الحالب. لان لو وصلنا لليوريتر خلاص كده البول اتكون وما عادش ينفع نرجع حاجه تاني. فالطريق ده مهم انه يكون طويل، عشان كده اتعمل من بروكسيمال كونفوليوتد تبيول ومن لوب اوف هينل وبعد كده يا شباب ديستال كونفوليوتد تبيول. الطريق ده لو قصر هيبقى فيه مشكله كبيره، لان في كميه سوائل في ايدها مش هنعرف نرجعها تاني. فاحنا بنعمل كميه سوائل بنفلترها ونرجع ناخد الحاجات المهمه نرجعها تاني للدم. اما كل ما طول ما في حاجه ماشيه جوه الانابيب دي فهي في طريقها للخروج بره يا جماعه البطيء تماما. With final growth في شوية changes بتحصل في الكلية يا جماعة regarding the final growth. أول حاجة change في الشيء، الكلية في الأول زي ما احنا شفنا تعمل من شوية نيفرونز كتيرة قاعدين جنب بعضيهم، حتة كده من الكولكتنج تبيول متغطية بحتة بتنفر الكاب، ففي الآخر بتعمل زي ما أنت شايف لوبيولز. فالكلية في الأول بتبقى لوبيوليتد، معمولة من شوية كور جنب بعضيها كده، ده شكلها كده. وممكن واحد يتقول لي بيبقى كده يا جماعة، خلي بالك، لكن بعد شويه بتبقى سموس، وده منظرها يا جماعه الطبيعي. يبقى في الاول الكليه بتبقى لوبيوليتد، لكن يا شباب بعد كده اللوبيولز دي بتختفي، اللوبيولز دي بتختفي. جميل. في حاجه اسمها السنت اوف ذا كيدني، قلنا ان في الاول الكليه بتبقى موجوده تحت يا جماعه في البلفس، وده مش مكانها. الكليه زي ما اتفقنا الحالب طلع اليوريتريك بط، لقى قدامه ميتانيفريك كاب، راح جاي واخدها فوق راسه وخدها وطلع بيها، هيطلع بيها لفوق بقى. يبقى هي في الاول بتبقى في البلفيك ريجون، يعني معنى كده لو ما طلعتش هتدنيها في البلفيك ريجون وهيبقى ده اكملي بالظبط كده. وبعدين طول ما اليوريتر بينمو اليوريتريك بط بيكتول فبياخدها معاه، لان هو حاططها فوق راسه وطالع فوق بيها لغايه الايه اللي هو الاناتوميكال نورمال اناتوميكال بوزيشن. يبقى ليتر اون الكليه بتشيفت يا شباب ابورد، ليتر اون الكليه بتشيفت ابورد، تمام كده؟ جميله. يبقى بيحصل حاجه اسمها السنت اوف ذا كيدني زي ما اتفقنا، ان الكليه في الاول بتبقى في منطقه الحوض، لكن بعد شويه بتطلع لفوق. رايحه فين؟ رايحه في اهو الكليه زي ما انت شايف في منطقه البلفس اهو، دي الهايند جات، والكليه هنا في منطقه البلفس دي في الاول. الاوريتيك بض عمال يكبر، طول ما هو بيكبر خد معاه الميتانيفريك كاب اللي هي عامه الكليه وطلع بيها لفوق لغايه لما توصل لليوجوال نورمال اناتوميكال بوزيشن.
حاجه كمان بتحصل وهو ميديال روتيشن للكليه. ايه الكلام ده؟ يعني بنقول ان في الاول الهايلم بتاع الكدني مكان دخول اليوريتر بيبقى موجود قدام يا جماعه، يعني اليوريتر بيجي يخش في الميتاليفريك كاب من قدام، وبعدين المكان ده اسمه الهايلم. بس الهايلم في الحقيقه في اليوجوال اناتوميكال بوزيشن مش موجود قدام، الهايلم موجود على الميديال سايد. معنى كده ان حصل روتيشن، معنى كده ان حصل روتيشن بالظبط كده يا جماعه، هو ده فعلا اللي بيحصل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني زي ما انت شايف كده انيشيالي زي ما قلنا الهايلم اوف ذا كيدني بيبقى موجود فينترالي قدام يعني. طب وبعدين بيحصل ميديال روتيشن 90 درجه وهي طالعه، يبقى الكليه وهي طالعه لفوق بتلف لجوه ميديالي 90 درجه ماشي، فالهايلم يبقى موجود ميديالي. يعني معنى كده لو ما لفتش ممكن نلاقي ناس عندهم الهايلم قدام يا جماعه مش موجود ميديالي. تمام. changes بتحصل برضو من ضمن التشينجز اللي بتحصل في الديفلوبمنت اوف ذا كيدني هو changes in the blood supply. احنا عارفين الكليه اول ما اتكونت لسه قايلين اتكونت يا جماعه في منطقه البلفس، اتكونت في منطقه البلفس، فطبعا خدت بلاد سبلاي من اقرب حاجه ليها وهو طبعا كان الكومن ايلياك ارتري، كان ده الاورطه اتقسم في الاخر لاثنين كومن ايلياك ارتريز، فهي موجوده في البلفس بتاخد من الكومن ايلياك ارتري برانش. لكن هي بعد شويه هي طالعه لفوق يا جماعه، اتفقنا انها هتسيب البلفس وطالعه لفوق. فلما بتطلع لفوق، لما بتطلع لفوق بتغير البلاد سبلاي بتاعها وتاخده طبعا من الابدومينال اورطه. لكن هل ده معناه ان لو هي دنتها طبعا في الحوض هتاخد من الكومن ايليك زي ما هي واخدها مش هتغير البلاد سبلاي؟ طب وايه رايك لو هي خدت البلاد سبلاي وطلعت بيه فوق، وفي نفس الوقت لما طلعت فوق خدت كمان الفينال ارتري من الابدومينال اورطه؟ معنى كده ان احنا ممكن نلاقي ارتري غريب في ابنورمال اسمه ابنورمال بلاد سبلاي للكليه. الكلام ده في الادلت بنسميه ابنورمال لانه في الادلت، لكن هو في الجنين ما كانش ابنورمال ولا حاجه، هو في الجنين كان موجود اصلا الكليه موجوده في الحوض وعشان كده خدت من الكومن اليكات. ساعات في الادلت نبص نلاقي كليه واخده عادي من الرينال ارتري اللي بيطلع من الابدومينال اورطه، واخده كمان من الكومن اليك ارتري او من اي حته تانية ما فيش مشكله، بيبقى اسمه ابنورمال بلاد سبلاي. بكده تقريبا يبقى فهمنا حاجات كتير ازاي الكليه اتعملت يا جماعه وازاي اليوريتر اتعمل. يفضل لنا بس شويه كونجنتال انوميليز بقت بسيطه بقى، عشان كده انا بقول دايما ان الامبريولوجي واحد من اهم العلوم اللي محتاجين نفهمها كويس جدا، وان كنت انا شايف ان الطب كله محتاج ان احنا نفهم كويس جدا، احنا محتاجين نكون فاهمين ايه اللي حصل عشان لما يحصل مشكله العيان نبقى نقدر نربط ما بين المشكله دي وما بين فهمنا. زي ما قلنا يا جماعه دايما ان احنا لازم نحترم مخنا. يعني ايه لازم نحترم مخنا؟ يعني يا ابني ربنا خلقك بتفهم وبتفكر، احترم مخك. مخك اذا فهمت المعلومه الاول هيستوعبها وبعد كده هيحفظها بسهوله شديده جدا. اما حضرتك لو اصريت ان الطب ده عباره عن حفظ زي ما ناس كتير بتقول، انا ضد الكلام ده خالص. انا الطب مش كله حفظ يا جماعه، لا، وحتى لو في نسبه حفظ فهو الحفظ قبليه الفهم، يعني لازم يسبق الحفظ فهم. ولو حضرتك ما فهمتش صعب جدا جدا تحفظ خلاص، فلازم نفهم الاول. وكل ما فهمت كل ما المعلومه قعدت معاك فتره كبيره جدا يا جماعه، وكل ما انت حفظته وخلاص عشان الامتحان ما اعتقدش ان المعلومه هتقعد معاك خالص. اوعى تنسى ان انت دكتور، انت مش هدفك الامتحان خالص، انت هدفك انك تفهم بالظبط ايه اللي حصل. ولو فهمت ده هيساعدك كتير جدا ان شاء الله في انك تبقى طبيب متميز. وزي ما قلنا لازم تكون متميز، لان مفيش اي مكان يا ابني للضعفاء. لازم تكون دكتور قوي جدا، لان مفيش حاجه اسمها انصاف الاطباء. لما تكون نص دكتور ده معناها انك هتعمل مشاكل مع العيانين وهتضيع عيانين كتير، وعشان كده اتعب واحتسب الاجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى عشان تحافظ على العيانين. تعال بقى نقول ايه هي الكونجينيتال انوماليز اللي ممكن تكون في الكيدني. زي ما انت شايف كده كليه طلعت وكليه ما طلعتش، او قبل كده رينال اجينيسيس الاول قبل الصوره. يعني ايه رينال اجينيسيس دي؟ يعني الكليه ما اتعملتش خالص، يعني ممكن واحد ما يتعملش عنده كليه خالص ويبقى على ناحيه واحده او على ناحيتين باي لاترال او يونيلاترال ابسنس اوف ذا كيدني. او اللي انت الصوره اللي قدامك دي بالفيك كيدني، لسه قايلين من شويه ان الكليه
وقت ما اتعملت كانت في الحوض، ده منطقة الحوض لما تشوف كده الهيب بون دي بدل البلفس. الله، دي واحدة طلعت اهي، طلعت في مكانها سليمة، والتانية يا ابني دنتها في مكانها. حتى لو ركزت كويس هتلاقيها واخدة البلاد سبلاي من الكومن إليك ارتري. ما هو ده الكومن إليك ارتري. ايوه يا ابني، ما هو ده الفيتال بوزيشن، الامبريولوجيكال اوريجن. هي من ساعة ما طلعت وربنا خلقها في البلبس، وساعتها قلنا لسه قايلين من شوية خدت بلاد سبلاي منين يا جماعة؟ من الكومن إليك ارتري. برافو عليكم. وحيث انها ما غيرتش مكانها فابقت على الكومن إليك ارتري زي ما هو بيديها، ما بقاش ليها بقى لينا الارتري، ما فيش لينا الارتري هنا على اليمين بس في على الشمال. يبقى الكلية اللي على الشمال واخدة عادي زيها زي أي كلية لأنها طلعت فوق فغيرت البلاد سبلاي بتاعها. لكن الكلية اللي على اليمين زي ما احنا شايفين ما اتحركتش من مكانها لسبب أو لآخر، فهتبقى على البلاد سبلاي بتاعها من الكومن إلياك أرتري. يبقى تاني يا جماعة، كونجيتال أنوملز بتاعة الكدني أول حاجة ممكن إنها ما تتعملش خالص، يسموها رينال إيجينيسيز. والإيجينيسيز ده يعني ما اتكونتش من الأول، ما اتخلقتش. يعني واحد يتولد ما عندوش كلية، والله يا اما على ناحيه واحده يا على ناحيتين. يعني ممكن تخيل يتولد ما عندوش الكليتين، مشكله كبيره جدا، وكان عنده يتولد عنده فشل كلوي. يعني بالبلفي كيدني وان كيدني may fail to ascend and remain in the pelvis. او من ضمن الكونجينيتال انوماليز اللي ممكن نشوفها زي ما انت شايف الشكل ده، الكليتين يا دوب طلعوا فوق الكومن ايليك يا دوب، وراحوا جايين كمان متوصلين ببعضهم من تحت اللور بول على شكل حدوة الحصان كده، فيقول لك هورس شو كدني. حصل فيوجن في اللور بولز اوف ذا تو كدنيز كروسنج الميدل لاين، يعني المتاليف الكاب جه كده وعدى كده لحموا مع بعض، لحته الكليتين لحموا مع بعض من تحت، فعملوا المنظر اللي بيسموه هورس شو كدني. او حاجه في البلاد سبلاي لسه قايلين من شويه ان ممكن الكدني يجي لها اكسسوري رينال ارتري، يعني رينال ارتري بتاعها العادي طالع، وطالع كمان رينال ارتري جاي منين؟ جاي برضو من الاورطه برضو، بس ده رينال ارتري تاني يعني طالع عند اللور بول، هو المفروض يطلع فوق شويه. فخدت اتنين ارترز، يعني واحده من الكليه، ممكن واحده او اتنين من الكلى ياخدوا ارتري كمان. وده بيعتبروه ريمننت بيبرزست ايه او ريبريزنت بيرزيستنس of embryological vessels. يعني sometimes الكلية تحتفظ بال embryological vessel اللي خرجت ليها وتاخد معاها كمان in addition ال vessel بتاعها اللي هو renal artery بتاع ال adult liver. يبقى والله يا اما تحتفظ بال embryological vessel بس من غير ما يجي لها renal artery زي ما شفنا في الصورة من شوية، بس ده لو دنتها في الحوض، او تاخد من ال renal artery بس، ده الطبيعي، او تاخد رينال ارتري وتاخد معاه كمان وتحتفظ بالايه بالامبريوج الامبريونيك ايه بلاد فيسل. ده بقى اللي انا قلت عليه. احنا قلنا قبل كده ان النفرون قدامك، هي دي النفرون، والنفرون دي جايه من الميتانيفر الكاب، بينما الكولكتنج تبيول دي جت من اليوريتريك باد وانقساماته. وقلنا ان لازم في مرحله من المراحل يا جماعه يقابلوا بعض كده ويوصلوا على بعض. لكن ايه رايك لو ما قابلوش بعض ومتوصلوش؟ يعني فائد الكونكشن ده، البول هيتعمل بس وهو ماشي في الطريق، وهو ماشي الطريق مقفول، فخلاص عمالين نعمل بول والبول مش عارف يخرج، هيعمل سيست يعني كور. دي كده هتبقى كوره مليانه يا جماعه بول، يبقى سيستس كتيره مليانه بول. السيست دي هي النفرون، يعني النفرون دي لو كانت اتوصلت بالكولكتنج تبيول ما كانش هيبقى في مشاكل. والكلام ده مش بيحصل في نفرون واحده، ده كل الكليه. ففي الاخر العيل هيبدا يعمل فعلا بول والكليه هتتكون البول، بس البول مش عايز يخرج، هو بيتعمل وقاعد جوه في صوره كور. العيل ده ممكن يموت لان البول عنده قاعد كانه بالظبط مكتوم فيه البول. البول المفروض يتعمل وبعدين يتصرف. يتصرف ازاي؟ ما قلنا لازم يبقى في كونكشن ده مفتوح. طب هو مش مفتوح ومش موجود اصلا، ما اتفتحش، خلاص كليه العيل دي هتبقى عباره عن كليه او كليتين، وهيبقوا مليانين كور كتيره كده، والكور دي زي ما اتفقنا مليانه بول، وده بيسموه كونجينيتال بوليسيستيك كيدني. يعني العيل اتولد وعنده كور كتيره اسمها سيست مليانه بول، وده سببه ان، وده على فكره موضوع مشهور جدا، يعني سببه ان النفرون ما توصلتش بالايه بالكولكتنج تبيول، مش نفرون واحده، دي مجموعه نفرونز، والعيل ده هيبقى عنده فشل كلوي لو كان الكليتين كده يا جماعه، للاسف يعني يجيله رينال فيلير. على فكره ده مرض مشهور جدا في الاطفال، يعني انتوا عشان كده انا بقول دايما
نحاول نفهم يا جماعه الكلام ده، هيتقال تاني يعني ساعتها ما تحفظش وخلاص. يبقى انت لو عندك خلفيه من الامبريولوجي هتبقى عارف كويس جدا ايه اللي حصل بالظبط في موضوع اسمه كونجينيتال بوليسيستيك كدني. يبقى ايه هو ايه اللي كونجينيتال بوليسيستيك كدني؟ فيلير اوف فيوجن اوف نيفرون سام نيفرون مع كولكتنج تبيول، فقفل الطريق على البول، خلى البول مش عارف يخرج، بس هو عمال يتكون يعني، هو بيتكون ومش عارف يخرج، بعد شويه هيعمل كور، كور مليانه بول خلاص. وزي ما قلنا والله لو كانت الكليه كلها او معظمها على الحال ده يبقى العيل ده خلاص كده للاسف الشديد مصيره طبعا ان يجيله رينال فيلير. رينال فيلير نكمل يا جماعه كده مع بعض، مع دي النيفرون زي ما اتفقنا ودي الكوليكتنج تبيول. من ضمن الكونجنتال انوميليز اللي برضو بنلاقيها معانا هنا يا جماعه في اليوريتر زي ما انتم شايفين كده، دوبليكيشن لليورين تراكت، يعني يبقى موجود منه اتنين، يا اما دوبليكيشن للابدومينال بارت بتاع اليوريتر، يعني الجزء بتاع اليوريتر اللي في الابدومين ده، يبقى اتنين كان عندنا اتنين يوريترز على ناحيه يعني اتشق كده، ورينا البلفس كمان بتاع اليوريتر نفس الكلام، وده نتيجه الانكمبليت ديفيجن في اليوريتريك بط، يعني اليوريتريك بط هو طالع انقسم بس مش انقسام ايه كامل يعني، مش كله من اول البلادر لغايه فوق، لا 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 ده هو بس الجزء الفوقاني منه بس كده، فيقولوا عليه بيفيد يوريتر، يعني اليوريتر مشقوق، يوريتر مشقوق، لان لو بقى كومبليت وكمل، لو السيبتوم دي كملت للاخر كده ما بقاش بقى اسمه بيفيد يوريتر، بقى دبل يوريتر. يعني احنا عندنا اول احتمال ممكن يحصل يا جماعه، اول مشكله ممكن تحصل بالنسبه للدوبليكيشن، ان جزء بس من اليوريتر، الجزء اللي موجود في الابدومين هو اللي هيبقى دوبليكيت، الجزء اللي فوق ده هو اللي هيبقى دبل تمام، ومكمل لغايه البلبس، كان حصل ان كان ده اليوريتريك بض واتقسم بس قسمه غير كامله انكمبليت، فعمل بيفيد يوريتر. او لما تكمل القسمه للاخر، لما تنقسم، لما ينقسم اليوريتريك بض لغايه تحت هنا زي ما انت شايف كده بقى اسمه كومبليت ديفيجن في اليوريتريك بض، بقى اسمه دبل يوريتر، ان عندنا اثنين انبوبتين عشان نسميه يوريتر لازم يخرج من الكدني وينتهي، وينتهي يا جماعه في البلادر، فانت عندك اتنين يوريترز دلوقتي، فيقول عليهم دبل يوريتر. والدبل يوريتر ده حاجه من الاتنين، يا الدبل يوريتر ده يروح يفتح في كدني واحده فيقولوا عليه دبل يوريتر سنجل كدني، يقولوا عليه دبل يوريتر سنجل كدني، يبقى عندنا دبل يوريتر سنجل كدني. او ممكن الانقسام ده يكمل بقى للاخر ويبقى دبل يوريتر برضه بس دبل كدني. يبقى لو حصل كومبليت ديفيجن لليوريتريك بض يقوم يسموه قلنا دبل يوريتر، لو الكليه ما انقسمتش يسموه دبل يوريتر وسنجل كدني، لان هما الاثنين في كليه واحده، او انها تنقسم فيبقى دبل دبل، دبل يوريتر ودبل كدني، ماشي دبل يوريتر ودبل كدني تمام. او دوبليكيشن للورين تراكت، ان ممكن الكليه يبقى في اكتر من كليتين فبقى عندنا ثلاثه كليه فيقولوا عليها سوبر نيوميراري كدني، ان مش اليوريتر اتقسم، لا ده هو لما خرجنا اتنين بادز، عملنا اتنين يوريتريك بادز كل واحد منهم خد حته متنفذ كده فعمل كليه فيقولوا عليها سوبر نيوميراري كدني، سوبر نيوميراري كدني. بكده يا جماعه نبقى وصلنا لنهايه الجزء ده من محاضرتنا النهارده، وهو development of the kidney and ureters.
عرفنا ازاي اتعملت الكليه وازاي اتعمل الحالب وايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل في الديفلوبمنت. اطيب الامنيات ليكم بالتوفيق، وما تنسوش دايما، ما تنسوناش بصالح الدعاء. لو في اي استفسار ليكم يا جماعه تاني، انا سبت لكم تليفوني تحت امركم في اي وقت، محدش يتوانى انه يكلمني. وحتى لو هو مش فاهم برضو في حاجه فقدها، محتاج يفهم اكتر، لو كنا ان شاء الله نظبط مع بعض كده في مره وتيجي تقابلني، انا تحت امرك في الكليه ان شاء الله كل ما امكن ذلك. انا كده خلصت يا جماعه. الناس اللي معايا سامعين ولا في حاجه عدت منكم؟ عموما شكرا لكم يا جماعة، يا رب نكون وفقنا في ان احنا نشرح حاجة، وتحت امركم في اي وقت، والى ان نلتقي لكم مني اطيب الامنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.